بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله على الإمكانيات اللي ملهاش حدود اللي ادهالنا في جسمنا الخارق المتجدد. عشان لما أقول لكم مفيش حاجة اسمها شيخوخة أو تقدم في العمر وإن الأمل موجود في أي وقت، صدقوني دي صينية عندها 90 سنة بدأت تمارين والتدليك اليوجا من حوالي سنة، هي بتقول كده في الترجمة بتاعت الفيديو. بتوريكم دلوقتي خطوط الجبهة، عايزين الجبهة بتاعتها انتوا شايفينها ما فيهاش اي تجاعيد، والطريقة اللي هي بتعملها دي طريقة روعة قوي، بتهتم بتدليك فروة الراس وبتهتم بتهز فروة الراس عشان العضلات كلها شغالة مع بعضها. طريقتها ممتازة جدا وواضح جدا ان هي وصلت، فهي فرحانة انها وصلت للنتيجة دي وسعيدة، وبتسمح لنا ان احنا نتقلد منها. انا عايزاكم بس تاخدوا بالكم من صوابعها اللي انا بحذركم منها، ان احنا التمرين ده حلو برضو لرفع الخدود وخطوط الفم. وانتوا بتتفرجوا كده عايزة اقول لكم حاجة، ان احنا لازم صوابع ايدينا العظم زي ما انتوا شايفين في صوابعها بيبعد عن بعضه ويبقى فيه كتل كده. هي ما لحقتش تعمل كده، بس مفيش يعني دايما في فرصة، مفيش حاجة اسمها مستحيل. ونمش الشيخوخة اللي على ايديها لو كنتوا خدتوا بالكم شوفوه تاني، ده احسن ماسك بيضيعه هو الكركم. الكركم عن تجربة، لان انا ما بقاش عندي خالص الحمد لله نمش الشيخوخة ولا في وشي ولا على ايدي، والحمد لله بعمل تمارين بتاعت الصوابع، فالصوابع ما تبقاش معمولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم يا جماعة نشتغل على نفسنا، ما ينفعش. وهنا بتقول على الخطوط بتاعت 111، ما ينفعش نقعد كده بروتات ما نعملش حاجة. ربنا ادانا الامكانيات الكبيرة قوي، طبعا مع الاكل والصيام المتقطع، وانا باكل كل حاجه على فكره، ما باكلش اكل صحي خالص، بس باكل في خلال 6 ساعات بس في اليوم، بعمل صيام متقطع والحمد لله. اللي بيشوفني لاول مره شفيت من مشاكل صحيه كتير. شايفين هنا اهم حاجه بقى عايزه اقولها لكم، انتوا شايفينها هي بتعمل ايه. اهم حاجه لما اجي ابدا اي تمرين يوجا لازم اخد نفس عميق وهدي نفسي خالص واشتغل برفق وبهدوء ومن غير ما اتعصب على الخلايا. انا مش عايزه اتلف الخلايا، انا عايزه اقوي العضلات. هي هنا بتقوي عضلات الحاجب زي ما انتم شايفينها كده،